سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. هو في الطب إمام وفي الفقه بأعلى رتبة مع التنظير لمفهوم الفقيه، فقد اشترط فيه إتقان النحو واللغة والأصول عكس متفقهة زمانه الذين اعتقدوا أن الأفقه هو الأحفظ للمسائل، فاعترض عليهم وشبههم بمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها. وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة، وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه. أما في الفلسفة وعلوم الأوائل فقد سخر قلمه ومداركه لردم الهوة بين العقل والنقل، لأن الحكمة صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة لها، وهما المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغريزة. إبداع ابن رشد في الفقه والطب والفلسفة وموضوع حلقة هذا اليوم من برنامج إبداعات مالكية مع الدكتور سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات الاجتماعية والإنسانية بوجدة. دكتور مرحبا. أهلا وسهلا. ابن رشد هذا العبقري الفذ لا يمكن اختزاله في حلقة واحدة، لكن حتى نعطي فكرة تقريبية للمشاهد بمفخرة المذهب المالكي هذا ابن رشد، نبتدئ باختصار وبتركيز، من هو الرجل؟ أبو الوليد ابن رشد عالم وفيلسوف وطبيب عربي مسلم كبير، ولد سنة 520 هجرية وعاش في قرطبة عاصمة الأندلس الكبرى وعاصمة العلم الأشهر في الأندلس، وعاش عمرا مديدا 75 سنة توفي 595 ميلادي هجري عفوا، وألف تراثا كبيرا جدا في فنون مختلفة في الفقه وفي الفلسفة وفي الطب وفي غيرها والحكمة والإلهيات. طيب لنأتي على الفقه، الرجل مالكي ونريد إثبات مالكيته أيضا. أعتقد أن مالكية أبا الوليد بن رشد لا تحتاج إلى إثبات. أولا هو سليل عائلة مالكية كبرى، جده أبو الوليد بن رشد الجد من كبار وأعمدة الفقه المالكي في الأندلس، صاحب كتاب المدونة الفقهية الكبرى البياني والتحصيل وكتاب غيرها من الكتب، على كل حال لا قد يضيق الوقت بالحديث عنه. والده كذلك كان فقيها وله شرح على سنن النسائي، ويقال إنه ألف تفسيرا. أبو الوليد بن رشد الحفيد قرأ على والده استظهارا الموطأ، موطأ الإمام مالك، وشب في قرطبة التي هي عاصمة الفقه المالكي في الأندلس، والمدينة التي يقول المؤرخون إن العلم في العلماء فيها كانوا يتحرون الأدق والأصح من أقوال مذهب الإمام مالك، فهي مدينة مالكية وهو رجل من المالكية ولا شك، وتربى في هذه البيئة. ثم بعد ذلك رحل إلى مراكش كما هو معروف في زمن الدولة الموحدية. في هذه المرحلة بدأت الحياة العملية لابن رشد كواحد من المقربين من البلاط. سنأتي على هذا. نعم. لكن نريد أن نبرز للمشاهد إبداعه في الفقه، أين يتجلى إبداع أبي الوليد بن رشد في الفقه؟ المعلمة الأساسية في إنتاج أبي الوليد بن رشد الحفيد في مجال الفقه هي طبعا كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو كتاب فيه مقدمات أصولية مع المتن الفقهي، وهو كتاب لمالكي في آرائه أو في مجمل آرائه ينتمي إلى التراث الفقهي المالكي، غير أنه كتاب فيه إيراد للأقوال المخالفة. عجيب. فهو طبعا عندي هنا رأي للعلامة الأستاذ عبد الله قنور رحمه الله، يرى أنه في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد عندما يتعلق الأمر بإيراد آراء فقهاء آخرين غير المذهب المالكي، يقول لا أدري، لكنه في المذهب المالكي لم يسبق أن تفوه بهذه العبارة، بمعنى أنه ضابط للمذهب المالكي، ويستشهد بهذا العلامة عبد الله قنور رحمه الله أن الرجل كان مالكيا. هذا أمر لا شك فيه، لأنه كما أسلفنا بيئة ابن رشد
وعائلته العلمية وتكوينه في الأندلس كان مالكيا صرفا. هو في الجد والوالد والعائلة والمذهب السائد في قرطبة فكان متمكنا تماما من المذهب المالكي. لكن النكتة أن بداية المجتهد ونهاية المقتصد كان كتابا فيه إشارات فقهية للرجل يحاول أن يؤصل فيها لقضية الخلاف أو الفقه المقارن حتى من داخل المذهب المالكي، بمعنى أنها كانت إطلالة فقهية لرجل من أعلام المذهب المالكي على الفقه المالكي في سعته وشموله ورحابته. ولذلك كان يورد الأدلة والأدلة المخالفة، وكانت في الحقيقة تجربة دعا غيره لأن يواصلها. كانت فكرة بداية المجتهد ونهاية المقتصد مع مقدمته الأصولية المالكية ومع الآراء المالكية الواردة فيه دعوة إلى النظر من خلال الأدوات الكثيرة الأصولية التي يتيحها المذهب المالكي إلى الفقه في رحبته، وإلى وذلك ويعتبر أن الفقه الحقيقي هو القدرة على التعامل مع الأدلة مع الأصول، قدرة على الاستنباط بالتأكيد ورد الآراء إلى السبب الأسبابها يعني. نعم، وإلا لما كان هنالك معنى لصناعة الفقه باعتباره الفهم أو القدرة على الفهم وعلى الترجيح وعلى الاستنباط وعلى المقارنة إلى غير ذلك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم خويا المؤمن اختي المؤمنة هذا خونا المؤمن صلى صلاة الظهر 4 ركعات كلها بالسر 2 ركعات بالفاتحة والسورة دار التحيات وعاود ناض وجاب 2 ركعات اخرين غير بالفاتحة بوحدها وتحا وسلم وهكذا كمل صلاته يلا تنتم نوضوا
صليوا صلاتكم ما تعكزوش، الله يتقبل منا ومنه ومنكم. والكتاب كان حالة نوعية في هذا الاتجاه في هذه المرحلة بالذات، في هذه المرحلة بالتأكيد نحن نتحدث عن القرن السادس الهجري، في مرحلة لم تكن بعض الآراء الكتب الفقه المقارن بالشكل الذي نعرفه الآن، والكتب التي توسعت في الخلاف العالي والمدونات الفقهية التي سردت تراث الفقه بأقواله وأدلته المختلفة مستقل من المذاهب، لم تكن قد انتشرت بعد أو ظهرت بالشكل الذي نعرفه الآن. طيب دكتور، الفكرة واضحة، الرجل مالكي بالوراثة وبالتأليف وبالاستغراء كل ذلك. ننتقل آخر أيضا إلى مجال إبداعي آخر وهو مجال الطب. أين يتجلى إبداع ابن رشد في الطب؟ ابن رشد الحفيد ألف ما يربو عن 20 كتابا ورسالة في الطب. 20 كتابا في الطب؟ نعم، بين كتاب كبير وبين رسالة مترجمة، وشرح ابن سينا في بعض رسائله، والأهم من ذلك أنه تعامل مع كتب جالينيوس الطبيب اليوناني الشهير وترجمها وشرحها وتعامل معها بشكل نقدي، بل خالف جالينيوس في كثير من آرائه الواردة في كتبه الطبية. بمعنى لم يكتفي بالنقل وإنما بالتعقيب والتصويب أيضا. هذه إحدى السمات الأساسية في تراث ابن رشد، سواء في الفلسفة أو في الفقه أو في الطب. أنه رجل يملك القدرة، حس النقد دائما حاضر. نعم، والأهم من ذلك أنه يملك القدرة على الاستيعاب والتجاوز، أنه يستوعب المادة العلمية أو التراث العلمي الذي يتعامل معه استيعابا كاملا، يهضمه ثم هو يستطيع أن ينقده ويتجاوزه، وهذا أمر قد نعود إليه كذلك في مجال عمله أو إنتاجه العلمي في المجال الفلسفي، سنأتي على ذلك. نعم، في المجال الطبي قلت جالينيوس خالفه في كثير من الآراء، منها مثلا آراء جالينيوس في الطب نفسه. ابن رشد الحفيد كان يعتبر أن الطب يجمع بين الملكتين النظرية والعملية، وأن الطب هو في الحقيقة بناء فكر على فكر صحيح وعمل صحيح، أو فكر صالح وعمل صحيح، بمعنى أنه ينبغي أن تكون المعلومة دقيقة وأن تكون الممارسة في نفس المستوى، وهذه كانت مقدمة قبل عصر النهضة الأوروبية، جمع بين التنظير والممارسة في الطب. نعم، كانت مقدمة في تاريخ علم الطب ونقله إلى مستوى العلوم التجريبية قبل أن بواكر ذلك في عصر النهضة الأوروبية. طيب، ابن رشد كان سباقا في هذه المسألة قبل الغربيين. بالتأكيد نريد توضيح أكثر. هو عندما ينتقد يشرح جالينيوس ويتجاوزه من حيث الحديث عن طبيعة ماهية الطب، وأن الطب ينبغي أن يجمع فيه بين الأمرين، بين المعلومة وصدق المعرفة الطبية وبين المهارة العملية، هو في الحقيقة هي هذه فلسفة أو رؤية العلوم التجريبية التي لم تتطور إلا لاحقا في عصر النهضة الأوروبي. نحن نتحدث عن ابن رشد في القرن السادس الهجري، بمعنى قبل قرون من هذه كما من الثورة العلمية التي وقعت في أوروبا. كانت له ملاحظات نقدية كذلك على فكرة الدورة الدموية كما يطرحها جالينيوس، وأي الأعضاء أهم، هل الكبد أو القلب، أي يفاضل بينهما وأيهم وأي هذين، يعني جدال طبي، طبي سيد الأعضاء. ويقال بأن آراءه في الدورة الدموية وفي مصدر الدماء وأيهما الأفضل وأي الأعضاء سيد الجسد هي التي مهدت لاكتشاف الدورة الدموية الكبرى لهارفي الذي اكتشف الدورة الدموية الكبرى بعد ذلك. طبعا الدورة الدموية الصغرى نعرف أن ابن النفيس هو الذي اكتشفها الفقيه الآخر، لكن آراءه الطبية كانت من الأهمية بحيث مهدت للفتوحات الطبية التي عرفت في بعد ذلك في عصر النهضة. تلك الفتوحات هي التي سننتقل إليها، لكن قبل ذلك كما رأينا ابن رشد استفاد من الآخرين، لكن ليس بتسليم ولكن بنقد، بحس النقد حاضر. نعم. ننتقل الآن إلى استفادة الطب الغربي منه. كثير من المؤسسات الطبية حتى في أوروبا تجد فيها تمثيل لشخص اسمه أفيغويس، الذي هو طبعا ابن رشد باللاتينية، نوع من الاحتفاء به، باعتباره أحد أهم الأطباء في تاريخ الطب، والرشدية تكاد تكون اتجاها في التاريخ الطب، استوعب التراث الطبي الغربي أو الذي كان معروفا في عهده اللاتيني،
وعرفت المصادر وعرفت المصادر اللاتينية في تاريخ الطب كلها عرفت الفكرة الطبي اليوناني من خلال ابن رشد، وكثير من كتب الطب اليوناني القديمة طبعت في الطبعات اللاتينية مع شروح ابن رشد ومع آرائه التي علق فيها على غاليليوس مثلا وغيره من الأطباء. يعني الأوروبيون لم يفهموا الطب اليوناني إلا عن طريق ابن رشد. نعم، ترجمات كثير من هذه الترجمات الحديثة في اللغات الأوروبية انتقلت من خلال ابن رشد، يعني لم تنتقل بشكل مباشر وإنما انتقلت من خلال الترجمات العربية إلى اللغات الأخرى اللاتينية وغيرها، وكانت هذه الترجمات مقدمة ومصحوبة بتعليقات ابن رشد وآرائه التي ذكرنا مثالا عنها في قضايا طبية عديدة. نعم، ننتقل الآن إلى مجال الحكمة وعلوم الأوائل، أين تتجلى أصالة الرجل وإبداعه في هذا المجال؟ حقيقة أن ابن رشد هو رجل كل يدعي وصلا به. نعم، والناس وكثير من الذين اهتموا بأثره الفلسفي اعتبروا أن حضوره الفقهي أمر هامشي، بل بعضهم أنكر حتى نسبة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد إليه، واعتبروا أن خطابه الفقهي خطاب هامشي بالنظر إلى المتن الفلسفي. لكن هذا الإنكار يعني لا يستند على دليل. لا يستند طبعا إلى دليل. نعم. نعم، لأنه معروف نسبته ثابتة. كتابه إلى الرجل ثابتة. لكن أريد أن أقول أنه في ادعاء النسبة إلى ابن رشد تدافع الناس وتبادلوا محاولة احتكار ابن رشد في إطار حقل معين. لكن الحقيقة أن ابن رشد كان في كل ذلك ينطلق أولا من هذه المنظومة المعرفية الحضارية الإسلامية الغنية التي تآخى فيها العقل والنقل والحكمة والشريعة، وكان هذا هو ديدنه. والفكرة التي نقلها عنه بعضهم بعد ذلك مثلا ابن تيمية في فكرة التوفيق بين العقل والنقل كان امتدادا لابن رشد في هذا المجال. ابن رشد في الحقيقة كان موضوعا يتنازع أو مجالا يتنازع للدعاء إليه عدد كبير، سواء من الذين اعتبروا أن ابن رشد في الحقيقة هو المتن الفلسفي الأساسي واعتبروا أن ابن رشد الفقيه هو هامش على هذا كله، وبعضهم وصل في ذلك إلى إنكار نسبة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد إليه. لكن هذه دعوة غير مسلمة طبعا. لا صح طبعا، لأن نسبة الكتاب إلى الرجل ثابتة. والبعض الآخر قال بأن ابن رشد في الحقيقة كان فقيها حاول أن يترجم كتب أرسطو والتراث الفلسفي اليوناني، لكنه وقف عند هذا الحد. وأعتقد أن كلا النظرتين غير دقيقة، تعوزها الدقة. لو رجعنا إلى هذه الترجمة، هل هناك ترجمة واحدة أم ترجمات؟ ابن رشد أولا في رأيي قبل الترجمة انتقل إلى الفلسفة من الفقه، بمعنى أن العدة المنطقية كيف والأصول. ذلك؟ نعم. نريد توضيح هذه المسألة، الانتقال من الفلسفة إلى الفقه من دعوة كبرى، نريد توضيح من الفقه إلى الفلسفة، يعني أنه العدة الفلسفية والمنطقية التي والأصول المنطقية والأصولية خصوصا التي بنت ابن رشد الفقيه وشكلته هي التي أهلته بعد ذلك ليمتد في النظر في قضايا الطبيعيات والإلهيات عند أرسطو وعند غيرهم من الذين ترجم لهم من التراث اليوناني، بمعنى أن خلفية الرجل المنطقية والفلسفية هي التي أهلته للاطلاع على هذا التراث وللتعامل معه بأدوات منطقية وعقلية صارمة. استطاع بفضلها الرجل أن يترجم كتب تراث أرسطوطاليس. لا، أرسطو ليس ترجمة واحدة ولكن ترجمات متعددة. كان في كثير من هذا الاختلاف التراجم، كان في كثير من الأحيان يترجم الكتاب الواحد في قضايا الأخلاقيات والطبيعة أو السياسة يترجمه ترجمة صغيرة وترجمة أخرى متوسطة وترجمة كبرى بسبب اختلاف متلقي، بحسب مستويات التلقي. والأمر الآخر أن ابن رشد حقيقة هو الذي استطاع أن يوصل التراث الأرسطي إلى الغرب، أن الغرب لم يعرف حقيقة هذه. نريد طبعًا توضيح أكثر، يعني كل ابن رشد هو إلى القرن السابع عشر التراث الأرسطي إلى الغرب. إلى حدود القرن السابع عشر كانت كتب أرسطو عندما تكتب تترجم إلى اللغات الأوروبية تترجم مصحوبة بمقدمات ابن رشد عليها وبآراء ابن رشد عليها في هذا المجال. فنحن عندما نعرف الأثر الأرسطي اليوم بالشكل الذي تعرفه الإنسانية، في الحقيقة إن ابن رشد هو الحلقة أو العتبة الأساسية التي استطاع من خلال هذا التراث أن يكون فاعلا وأن يحتل هذا الموقع في تاريخ الفكر والفلسفة الذي نعرفه عن أرسطو إلى اليوم. هل الغربيون يعترفون بهذا الأثر الرشدي في المتن الفلسفي اليوناني والأرسطي على وجه الخصوص؟ نعم، يعني نحن مثلا عندما نرى بعض المستشرقين الأوروبيين الكبار مثل الذين اهتموا بابن رشد مثل مونك مثلا، الذي
يعود إليه الفضل، في كان أول من اهتم بابن رشد وضمنه في موسوعته الفلسفية التي اهتم فيها بفلاسفة عرب آخرين ومسلمين مثل ابن سينا والكندي والفارابي وغيرهم. نجد أنهم اهتموا بابن رشد باعتباره هذه الإضافة النوعية في الأثر الأرسطي أو في الفكر الفلسفي الأرسطي، وكيف انتقل هذا الفكر وكيف أثر في الفكر النهضة والأنوار الأوروبية. النهضة الأوروبية طبعا بطبيعة الحال. ثم بعد ذلك جاء مستشرق آخر، وفي حقيقة البعض يبالغ في أهميته بالنسبة لابن رشد، لدرجة أنه يقول أن هذا الرجل حبس ابن رشد في قراءته له، وهو إغنست غينو. مستشرق فرنسي. نعم، الفرنسي الذي عاش في القرن التاسع عشر، وكان أول من أفرد ابن رشد بكتاب خاص تحدث فيه عن ابن رشد والرشدية. ابن رشد والرشدية، وتحدث عن هذا الأمر بالتحديد. أنا أسأل عن هل هؤلاء عالجوا ابن رشد وتأثيره في الحضارة الأوروبية بموضوعية؟ لا شك أنهم نظروا إلى ابن رشد انطلاقا من مواقعه، بمعنى أنهم كانوا يعتبرون في كثير من الأحيان أن المتن الفقهي متن هامشي عند ابن رشد، وأنه لا أهمية له بالنظر إلى تراثه العقلاني، وأن المعالجة تناوله لقضايا الإلهيات والطبيعيات كما ترجمها في فلسفة أرسطو أهم من النص الفقهي. لكن أنا أقول بأنه عندما، وللأسف هذه الآراء كان هناك حتى من يتابعها ممن كتب عن ابن رشد. أسأل، هل اعترفوا بتميزه في المجال الفلسفي؟ هل اعترف سلموا له بذلك؟ طبعا نعم. هؤلاء مونك وإغنست غينو وغيرهم ما كانوا ليهتموا بابن رشد ويكتبوا عنه هذه الكتب والمؤلفات الكبيرة لولا أهميته في هذا المستوى بالتحديد. أنا هذا الذي قلته، اهتمام موقعه باعتباره أهم مشارح ومقدم لأرسطو في لفكر النهضة الأوروبي نفسه. صحيح أنهم تعاملوا معه بانتقائية، وهذه مسألة ربما يتسم بها الاتجاه الرشدي بشكل عام، أن هنالك انتقائية في التعامل مع ابن رشد، فبعض الناس يعتبره فقيها واقفا عند حدود النص، البعض الآخر يتجاوز هذا الأمر كلية ويتعامل مع ابن رشد باعتباره فيلسوفا عقلانيا عاشقا لأرسطو وليس له علاقة بنمط منظومة المعرفة الفقهية الإسلامية. لكن الحقيقة كما قلت أن ابن رشد هو في النهاية نتاج لهذا الواقع، وأن الأثر المعرفي الذي شكلته العدة المنطقية والأصولية عند ابن رشد هي التي استطاعت أن تشكل هذه القامة التي تعاملت مع العقلانية اليونانية ومع فكر فلسفة أرسطو وترجمتها هذه الترجمات الغنية، بل هذه الإضافات والنقد الذي كتب عليها. والرجل في النهاية عانى من ذلك، نحن نعرف أنه بسبب اهتمامه بالفلسفة في مرحلة من المراحل في مراكش نفي وإلى الأندلس وبقية لمدة 3 سنوات يعاني من هذا الحصار، حضرت وصدرت كتبه، لكن تم تجاوز هذه المسألة بعد ذلك وعاد الرجل ليقوم بهذا الدور. نعم، السؤال الذي يعترضنا هنا بالضبط، ما هي الظروف المحيطة بهذه العبقرية؟ من الذي صنع ابن رشد؟ هل هي البيئة الأندلسية المنفتحة؟ هل هو المذهب المالكي؟ هل هو الجمع بينهما وأشياء أخرى؟ سنحاول أن نجيب على هذا السؤال انطلاقا من نموذج عملي. كتاب ابن رشد فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال هو في الحقيقة كتاب في المنهج. كتاب منهجي صرف. نعم، هو في الأساس كتاب في المنهج. هذا المنهج لم يكن ليتبلور بهذا الشكل لولا أولا الخلفية الدينية لابن رشد باعتباره عالما مسلما ينظر إلى العالم انطلاقا من منظور توحيدي، انطلاقا من كونه فقيها أصوليا كبيرا، فقيها عرف أصول الفقه المالكي تحديدا، وشب في هذه البيئة الأندلسية التي تفاعلت مع التراث الفقهي المالكي بغناه الأصولي وتفاعلت معه بشكل حضاري متطور جدا، استطاع أن يخلف لنا هذا التراث النوازي الهائل الذي جسد تفاعل هذه المنظومة مع الواقع، يعني طغيان الفقه العملي. نعم، وابن رشد كان هنا كذلك يشير إلى هذا الأمر عندما يتحدث في الفقه عن فكرة المقاصد وعن فقه العناية بهذه المعاني كلها في كتابيه هذين، في كتابه فصل المقال وفي كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وأعتقد أن هذان الكتابان هما
هما الركيزتين اللتان هما الركيزتان اللتان ينبغي أن يسير بهما النظر إلى الرشد، إلى ابن رشد، وتأسيس النظرية الرشدية. فهما فالمنهج عنده يستقي من هذا وذاك، بالإضافة إلى عدته هذه. الرجل طبعا عنده مقدرة كبيرة في قراءة المصادر اليونانية وفي الفلسفة اليونانية بلغتها الأصلية والتعامل معها وترجمتها وإغنائها، وهذا تلاقح هذان الرافدان هو الذي أعطانا الحالة الرشدية المتقدمة فكريا التي لازلنا نعرفها ولازال العالم يدرسها اليوم. طبعا هو بذل مجهودا جبارا في التوفيق بين الصراع المصطنع بين أصحاب العقل وأصحاب النقل. نعم. تجلى ذلك في هذه الكتب التي تفضلتم بها. إضافة إلى ذلك فهو كان متسامحا جدا في اعتراضه على إمام الشرق الإمام الغزالي. نعم. يقول العبارة المشهورة: من العدل أن يجهد الإنسان نفسه في التماس الحجج لخصمه. نعم. كما يجهد نفسه في التماس الحجج لنفسه. نعم. يعني بنظركم مفهوم ابن رشد للتسامح؟ أولا ابن رشد شب في بيئة تعرف هذا التسامح طبيعة أو سليقة كما يقال، في البيئة الأندلسية التي تتعدد فيها المذاهب والأفكار بل الأديان، وفي المغرب كذلك. في نحن نتحدث عن مرحلة كان لا زال هذا المستوى من التعدد يعبر عن نفسه من خلال كتب الفقهاء والفلاسفة وكتب الأدب إلى غير ذلك. لكن ابن رشد عندما يجيب أو يتفاعل مع كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة ويكتب رده عليه تهافت التهافت، وفي الحقيقة ينتصر إلى مذهبه في ضرورة العناية بالعقليات، وأن العقل في النهاية هو أداة أساسية للتعامل مع منظومة المعرفة ومع الكون وبما في ذلك الإلهيات وقضايا التوحيد. وعندما يناقش الغزالي يناقشه كما قلتم بالأدب الذي رغم الخلاف الحاد بينهما في التوجه الكلي، لكنه يحرص مثلا في تهافت التهافت على إبداء مساحة الاتفاق. نعم. مع الغزالي وما أصاب فيه الغزالي من وجهة نظره، وكيف أنه أسبق إلى بعض القضايا ويشير يعني يتحدث عنها نصا ثم بعد ذلك يناقشه. فالتسامح أعتقد أنه كان وليدا للبيئة الكلية التي عاش فيها الرجل، بالإضافة إلى ما تشكل لديه من اطلاعه الواسع على لغات وعلى ثقافات وعلى منتوج فلسفي كبير مثل المنتوج الفلسفي اليوناني. كان يدعو إلى التماس الأعذار للخصم، لكن لدي رأي طريف أريدك أن تعلق عليه للعلامة عبد الله قنون رحمه الله. يرى أن هجوم ابن رشد على الغزالي هو انتصار للمذهب المالكي، على اعتبار أن الغزالي كان من مريديه الموحدين الذين حرقوا كتب المذهب المالكي. نعم طبعا هذا تأويل يعني يستحق أن يتوقف عنده أو ينظر فيه، خاصة وأن هذه القراءة هي قراءة تحاول أن تدرس ما يسمى في تاريخ الأفكار بالفكرة في بيئتها بما في ذلك بيئتها السياسية في هذه المرحلة التي كان فيها الصراع السياسي بين الدول بين الموحدين وغيرهم يعني لا زال في أوجه. لذلك فالعلامة سيدي عبد الله قنون عندما يشير إلى هذا الرأي هو ينتصر لمالكية ابن رشد خصوصا في هذه البيئة التي عرفت صراعا فقهيا امتد إلى صعيد السياسي على صعيد الدول في هذه المرحلة. لكن بغض النظر عن ذلك يبقى أن رد وجواب ابن رشد على الغزالي في كتابه تهافت التهافت هو نقد راق ذو طابع منهجي في الاحتكام إلى الأدلة وتحديد مساحة الاختلاف العقلي بشكل دقيق والرد عليها انطلاقا بالمنهج الحجاج العقلي، وهو أمر لا نلحظه عند ابن رشد فقط في هذا الكتاب ولكن في غيره من الرسائل التي ناقش فيها قضايا عديدة، ومثلا يتفق معه في بعض آرائه في المشائيين وبعض الاتجاهات اللي يعني يبدي بشكل واضح اتفاقه معه مع الغزالي في هذا الأمر، بالإضافة طبعا إلى بيان مواطن الخلاف بين الرجلين اللذان كان في النهاية يعبران عن اتجاهين مختلفين، اتجاهين في النظر إلى المنطق وحدوده وفي الفلسفة وحدودها وفي قضية التأويل كذلك مشروعية التفلسف. نعم نعم. ما الذي يمكن استفادته من ابن رشد اليوم؟ راهنيته
الرشدية هي أحد أهم المدارس التي لا زالت مؤثرة في المجال التداولي الفكري والفلسفي والمعاصر، انطلاقا من تراث شخصية فلسفية وفكرية مثل ابن رشد. ابن رشد في الحقيقة كان مثالا لهذا الذئب. أولا يروي الذهبي في السير أن الرجل كان لا ينقطع عن الدرس وعن التحصيل، ولم ينقطع في حياته إلا يومين، يوم وفاة أمه أو والده ويوم زفافه، يومان فقط، في ليلتان فقط في حياته. فهو رجل مثال عال على همة التحصيل للعلم ومواصلة الدرس باستمرار. الأمر الثاني هو هذا الكم الكبير في الإنتاج. نحن نحصي اليوم حوالي 108 أو 106 من كتب ابن رشد، مع العلم أن بعض كتبه يقال أنها غير موجودة أو غير مفقودة. بالإضافة إلى هذا، فإن بعض ما حتى قيل بأن عدد مجموعة ما ألفه ابن رشد هو حوالي 10,000 ورقة، بينما سوده ولخصه وترجمه وألفه إلى غير ذلك. هو أولا هذه الموسوعية في الاطلاع. الأمر الثاني هو هذه القدرة على التوفيق بين صحيح المنقول وصريح المعقول، بين صحيح المنقول وصريح المعقول. هذه القدرة على التوفيق بين العقل والنقل، بين الحكمة والشريعة. وكيف تجلت؟ ليس في المستوى التنظيري فحسب، بل مارسها عمليا، سواء ممارسة، سواء في العدة كما قلنا الأصولية التي كتب بها كتابا راقيا في الفقه المقارن ككتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أو كما تجلت في حدود نقده للأثر الأرسطي عندما ترجمه. دكتور سمير بوذينار، شكرا جزيلا على حضوركم معنا، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن انتباهكم، وأضرب لكم موعدا إلى موعد لاحق مع ضيف جديد وموضوع جديد. إلى ذلكم الحين، دمتم في رعاية الله.